بدورهم أكد عدد من المشايخ والكوادر الطبية والتمريضية على ضرورة تجنب التجمعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الأسبوعين القادمين، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وذلك لتجنب زيادة إصابة الأشخاص بفيروس كورونا. التفاصيل في سياق التقرير التالي. لمواصلة تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة للتعامل والحد من انتشار الفيروس في كافة مراحله وتحقيق النتائج المرجوة ولضمان نجاح كافة جهود فريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله، عبر عدد من المشايخ والعاملين في الصفوف الأمامية في المجال الطبي على مساندتهم ودعمهم كافة الجهود التي تبذل في سبيل التصدي للجائحة والتزامهم بكافة التعليمات والإرشادات التي وضعت للحد من انتشاره بهدف تحقيق انخفاض تام في عدد الإصابات خلال الأسبوعين القادمين. لا يخفى عليكم ما تمر به بلادنا وبلدان العالم أجمع من جائحة أليمة ووباء سريع الانتشار، مما يوجب علينا جميعا الالتزام بالتعاليم الصحية التي وضعها الفريق الطبي، وأهمها التباعد الاجتماعي وترك التجمعات بأعداد كبيرة في مكان واحد. زيادة عدد الحالات تحتم على الجميع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وبالخصوص اختصار التجمعات على أفراد الأسرة الواحدة وعدم الخروج إلا للضرورة. الالتزام ضرورة وطنية بتساعد الكادر الطبي على التصدي للفيروس حسب الخطط الموضوعة. سير الخطط اليوم ونجاحها يعتمد على استجابة كل فرد من أفراد المجتمع للنداءات المتكررة التي يطلقها الفريق الوطني الطبي للوصول إلى التزام مجتمعي كامل، فالتغلب على هذا التحدي يأتي بتعاون الجميع لما فيه مصلحة الوطن وكافة أفراد المجتمع. حقيقة نحن في المآتم ودور العبادة لابد أن نستشعر بالمسؤولية ونطبق جميع الاحترازات الطبية الصادرة من الفريق الطبي، بل تكون مآتمنا شريك مساهم وحلقة وصل بين الفريق الطبي ودائرة الأوقاف الجعفرية بنشر التوعية للمواطن باستخدام خدمة التواصل الاجتماعي، والكل يتحمل المسؤولية، فالبحرين غالية على الجميع ولا تهاون بعد اليوم. الأسبوعين القادمين من أهم الأسابيع اللي نمر فيها لمكافحة كوفيد-19 في مملكة البحرين، ونتمنى من الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة من فريق الوطني لمكافحة كوفيد-19، خاصة بالتقليل من الاختلاط والحد من الاختلاط المجتمعي خارج الأسرة الواحدة. نلتزم للبحرين. مملكة البحرين حرصت منذ ظهور أول إصابة أن تحول الخطر إلى أمان وطمأنينة من خلال وضع إجراءات احترازية وتعليمات للحد من انتشاره، وجعلت صحة المواطن والمقيم هي أولوية قصوى عبر تسخيرها لكافة مواردها من أجل وطن آمن وخالي من كورونا، وصولا إلى القضاء عليه عالميا. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.